العالم قرية صغيرة. جلست دعاء أمام التلفاز تشاهد برنامجها المفضل، وبينما هي مستغرقة في استمتاعها بالمشاهد والأحداث، إذا بالصورة تختفي، ويظهر مقدم نشرة الأخبار. التفتت خلفها فسمعت جدها يقول: عذرا بنيتي، حان وقت النشرة الإخبارية، وأريد معرفة ما يحدث في بلادنا والعالم. لا عليك جدي، بإمكاني مشاهدة إعادة للبرنامج على شاشة التلفاز غدا، أو مشاهدته على الإنترنت. كانت الأخبار تتلاحق مختلفة الأنواع والمصادر، ولما انتهت النشرة استفسرت دعاء جدها قائلة: كيف تأتينا بهذه الأخبار المباشرة والفورية عبر شاشة التلفاز؟ إن تطور وسائل الاتصال جعل الخبر في متناول الإنسان. هذا صحيح، لكن كيف نحصل على الخبر؟ تتوفر بعض الدول على أقمار اصطناعية متطورة تدور حول الأرض، وتعمل على ربط الاتصال الفوري بين دول العالم، ويتم ذلك بواسطة وسائل الاتصال المعروفة كالإذاعة والتلفاز والإنترنت. وماذا يستفيد الناس من كل هذا؟ كل يستفيد حسب اهتماماته، فأنتم معشر الأطفال تفيدكم هذه الرسائل في اكتساب ثقافة متنوعة، والاستمتاع بما يفيد من برامج للأطفال وغيرها. وأنتم الكبار فيما تفيدكم؟ بالنسبة إلينا يصبح العالم وما يقع فيه من أحداث في متناول أسماعنا وأبصارنا، فكأننا نعيش في قرية صغيرة. لا تنسوا إعادة تشغيل الشريط عدة مرات حتى تفهمونه جيدا وتتمكنون من الإجابة عن الأسئلة. ولا تنسوا الاشتراك في القناة لكي تصلكم دروس جديدة، وإلى اللقاء في درس جديد.